أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم. في حلقة سابقة تحدثنا عن أهمية التحاليل والفحوصات الطبية وكيفية إجراءها. اليوم هنستكمل الحديث عن هذا الموضوع، لأن التحاليل الطبية هي اللي بتعطي مؤشرات معملية رئيسية وأساسية لرصد حالة الإنسان الصحية، وأيضا الكشف عن وجود خلل أو اضطرابات في الوظائف الحيوية والعضوية لجسم الإنسان. التحاليل وخاصة تحاليل فيروس كورونا كوفيد 19 بتعتبر من أكثر التحاليل أهمية في هذا الوقت. خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع مع الدكتورة مها جعفر، أستاذ التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بطب القصر العيني. دكتورة مها، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. في حلقة سابقة اتكلمنا عن التحاليل الطبية والفحوصات المعملية، عايزين نكمل حديثنا عن هذا الموضوع، وكنا بنتكلم عن المريض اللي بيصاب بفيروس كورونا وكيفية إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد. بالنسبة للمريض، هل في إمكانية لو المريض يعني تم شفائه من فيروس كورونا، هل من الممكن أنه هو يعني يصاب بهذا الفيروس مرة أخرى بعد تمام الشفاء؟ هو في الأغلب إن شاء الله لا، بس هو الحقيقة لقوا بعض الحالات رجع لها الفيروس تاني، برضو ده تحت الاختبار هل هو نشط مرة أخرى، لأنه في بعض الفيروسات زي مثلا فيروس اسمه هيربس اللي هو بيجي اللي احنا بنقول عليه الحرارة بتاعة البرد، فده كل ما المناعة تنزل وأصاب ببرد لازم بيطلع كده، فده بيبقى كامل وبيحصل له نشاط مع الإصابة بالإنفلونزا أو المناعة تقل بأي شكل من الأشكال. فهل هو كامن وبينشط تاني؟ هل هو بيحصل إصابة بسلالة أخرى؟ وهل ده ممكن مع كل الناس ولا بعض الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة؟ كل ده برضو لسه تحت البحث، لكن في الأغلب وأغلب الناس اللي هي تم التعافي من الفيروس يعني ما حصلش، يعني ما سمعناش أنه في مصر مثلا الحمد لله أنه حصل حد تمت إصابته تاني. في حالات بقى حصلت في الصين يعني بيكتبوا بيها تقارير، لكن ده مش يعني مش الحالة الأعم أو مش ده اللي دايما بيحصل. دكتورة مها، هل الأطباء بينصحوا الأشخاص اللي إن هم يقوموا بالفحص أكثر من مرة، خاصة إذا كانت النتيجة سلبية بعد التعافي تحديدا، لأنه ربما يصاب بعد إجراء الفحص بسبب مثلا انتشار المرض؟ يعني لو طلع سلبي، لو طلع سلبي بعد التعافي ولا من غير التعافي؟ من غير التعافي. طلع سلبي وهو خالط حد بيعزل نفسه، يعني في الوضع العادي الناس العادية المفروض انه يتم العزل لمدة 14 يوم ويراقب نفسه، لو ظهر عليه اي اعراض يرجع تاني. اما الاطقم الطبية بيبقى الوضع مختلف شوية والبروتوكولات مختلفة في دول العالم، لان هو طول الوقت المستشفيات اللي بيبقى فيها عزل بيتعرض اكيد طبعا، فبيبقى في ال WHO بتقول انه لازم ابقى عيني على كل الاطقم الطبيه، هم بيراقبوا نفسهم كويس قوي وفي لجنه بتراقبهم كويس قوي، لو ظهور اي حاجه على الفور بيتم عزله وعمل التحاليل ليه. ويعني كل فتره لازم في بعض الدول بتعمل مثلا مره او مرتين، ممكن يعملوا في احنا عندنا بنعمل في اليوم السادس مثلا واليوم ال 12. فبنحاول نحافظ على الاطقم الطبيه طبعا بقدر الامكان اللي هم على الخط الاول مع طبعاً المرضى، لكن طبعاً في الناس العاديه الطبيعيه خالص لا، هم بيعزلوا نفسهم ويحطوا عينهم على كل حاجه بتحصل فيهم، لو حسوا باي عرض على طول بيتوجهوا للمستشفيات. دكتورة ما، في الحلقة السابقة اللي تكلمنا فيها عن التحاليل الطبية والفحوصات المعملية ذكرنا ان في حالات بتتحول من إيجابية الى سلبية، لكن هل في فرق بين تحول نتائج تحاليل هذا الشخص المريض من إيجابي الى سلبي، وفرق بين
بين هذه الحالات وبين الشفاء التام؟ الشفاء التام انه خلاص ما بقاش فيه اعراض، يعني الكحه الناشفه، الوجع في العضلات، ضيق التنفس، كل الحاجات دي خلاص بتبقى راحت تماما وتعافى، ويقدر يعيش حياته الطبيعيه بعد ما يعمل مرتين بي سي ار ويطلعوا سالب. فزي ما قلت لحضرتك، هو السالب يعني بيسبق شويه التعافي التام. طيب البيئه المناسبه اللي بينمو فيها ويزيد، بمعنى ان الانسان ممكن يكون عرضه للاصابه او المضاعفات. الزحمه، يعني الزحمه والتلاحم، و الأماكن طبعا اللي هي ما فيهاش عناية بالنظافة، حتى النظافة الطبيعية، يعني مش لازم أبدا إنه يعني في ناس الحقيقة غالت جدا في استخدام المطهرات والكلور لدرجة إنها أذت نفسها. أنا لو المكان حتى نظيف بالمية والصابون وخففت شوية كلور ورشيت كل شوية، حياتك عارفة انه خلاص، والناس حفظت برضو انه الكلور ما يقعدش مخفف غير 24 ساعة، واستبدله تاني يوم بتخفيف اخر، والتخفيف لازم التزم بالتخفيف المكتوب على العبوة اللي هو تقريبا بيبقى من 1 لـ10، واعمل على قد اليوم واطهر بيه الاماكن، ناس ما تدخلش بالاحذية في البيوت، يعني احاول بقدر الامكان ان انا ابعد اي مكان ممكن او اي حاجه ممكن تدخل لي الفيروس في البيت، او امسك حاجه واحطها على انفي، على فمي، على عيني، على وشي، واقعد امسك في وشي. طبعا الحاجات دي خلاص انا اعتقد ان الناس فعلا حفظتها، بس طبعا غصب عننا ساعات هي بالزبط. محتاجه تدريب وتعود، بالزبط. ودايما الواحد يبقى في دماغه انه يلتزم، ومش دلوقتي بس على فكره، يعني على مدى الحياه بقى، لانه ده الحاجات اللي هي بتمنع الامراض المعديه. النظافه طبعا، النظافه 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 في الشارع، في البيوت، في يعني نعامل الشوارع زي ما بنعامل بيوتنا، ده اللي يعني الحقيقه اتمناه ايوه، ان احنا نوصل له بقى في يوم ان من يكون في الايام. وعي عند الشخص نفسه ان هو بالظبط، مش نظافه بيته بس، لا، ان نظافه الشارع ونظافه المنطقه اللي هو عايش فيها مهمه جدا. دي هتعود عليه، ان هو مش هيكون في نوع من التلوث او الميكروبات، لان ده هيأثر عليه بشكل او باخر او على المحيطين بيه. لكن حضرتك بتقولي ان ما يكونش في مبالغه في التطهير، لكن حضرتك شايفه ان الافضل التنظيف بشكل كبير بالميه والصابون، ولا التطهير، ولا الاثنين مع ده بعض؟ الأساس، يعني التطهير، قصدي التنظيف بالمية والصابون، ده هو ده الأساس. غسيل إيدي بالمية والصابون بالطريقة الصحيحة، اللي هو لازم كل أماكن الإيد إنها تبقى اتنظفت، ده هو الأساس. التطهير ده يعني بالنسبة لإيدي، لو أنا ما فيش مكان لمية أو صابون، ممكن يبقى معايا الكحول، ممكن يكون المادة المطهرة، الجل، وأعمل إيدي كأني بغسل إيدي بالظبط. بالظبط. بالنسبة للبيوت يعني ما نغليش، بالراحة بس، يعني عشان في ناس فعلا أذت نفسها حطوا حاجات على بعضها، مواد كيميائية على بعضها، كلور، فتفاعلت مع بعضها. فتفاعلت مع بعضها وعملت ضيق في التنفس، فإحنا يعني مش هنصلح بالظبط. حاجة ونعطل حاجة تانية. فهو يعني نستخدم الحاجة بعقل وبهدوء، ويعني هو أصل الفيروس مش هيبقى، هو مش وحش هيهاجمنا، احنا اللي بنجيبه بأساليبنا الخاطئة. فنحاول يعني بقدر الإمكان. الناس، معلش، هو في دايما أنا بقول وبأشدد على الحتة دي، لأنه احنا كتير قوي في الشوارع الحقيقة، الناس اللي بتبصق في الشارع دي من أوحش يعني الحاجات المؤذية للبيئة المحيطة بينا كلها. فيعني أرجو أرجو بجد إنه الناس تاخد بالها من القصة دي. وأنا مش عارفة الحقيقة، هل يعني ممكن إن الناس تنبه بعضها؟ لأنه دي من أخطر الحاجات، مش بس عشان الكورونا، الضرر بشكل عام. بشكل عام، التدخين طبعا ده ممكن نقعد نتكلم فيه للصبح، يعني احنا في ممارسات لو بطلناها احنا هنقلل من العدوى في العموم، مش أيوة. بس الكورونا.
قبل ما ننهي الحديث عن فيروس كورونا ونعود للتحاليل الطبية، عايز أسأل حضرتك سؤال يمكن ناس كتير قوي سألته، هل فيروس كورونا ده فيروس جديد فعلا؟ هو يعني هو سلالة جديدة، لكن هو الفيروس نفسه من 1960 العيلة بتاعته. هو الفيروسات دي عبارة عن عائلات، فعيلة الكورونا دي تم اكتشافها في 1960، وفي بعض السلالات بتصيب الإنسان وبعض السلالات بتصيب الحيوان، بس يمكن ما بتعملوش أعراض. يعني قيل بقى أنه بيتنقل من الحيوان للإنسان، وده اللي بيخلي أنه يعتبر بالنسبة للإنسان جديد. بيحصل ممكن اتنين سلالتين بيعملوا سلالة أخرى مختلفة تماماً. المرة دي احنا هو اسمه الفيروس سموه سارس كوفي 2، يعني لانه كان في قبل كده اللي هو السارس كوفي 1. ايوه. فدلوقتي ده بتاع المرة دي سارس كوفي 2. الكوفيد هو الديزيز او المرض، لكن اسم الفيروس كده. فكان في ده، وكان في الميرس اللي هو كان ظهر في السعوديه، والسارس ده كان ظهر قبل كده اللي هو كوفي 1 ده ظهر قبل كده برضه في شرق اسيا. فهو مش جديد، لكن الماده الجينيه بتاعته اختلفت، يعني فيها حورت نفسها تحورت، وفيها جزء كبير احنا المناعه بتاعتنا ما شافتوش قبل كده. فبالتالي هو بيدخل يهاجم براحته. لكن لو السلالات القديمه بعض مننا بيبقى عنده المناعه بتاعتها، فقاعده ومستنيه لو دخل الفيروس بيبقى كتير مننا هيبقى. على فكره الفيروس ده بعد شويه هيبقى كده، هيبقى احنا خلاص عندنا المناعه، واتمنى انها ان شاء الله تكون من النوع اللي بيدوم شويه. فبالتالي خلاص يعني احنا الفيروس مش هيعرف ينتقل من شخص لاخر بسهوله. ودي اللي بيسموها الهيرد اميونيتي. لما تقريبا من 50-60% من الناس بيبقى عدى عليهم الفيروس. في الحاله دي خلاص بيبقى عندنا مناعه مجتمعيه، وبيسموها مناعه القطيع، لكن هي المناعه في المجتمع بنسبه 50-60%، وبالتالي مش هيتنقل بسهوله في الوقت ده. نتمنى يعني ان احنا في المستقبل ما يكونش في انتقال من شخص لاخر ونقدر نسيطر عليه بالفعل، مش في مصر بس، في العالم كله، لانه اذى ملايين، يعني اودى بحياه الملايين هذا الفيروس. نرجع للتحاليل الطبيه بشكل عام بقى، ايه هي التحاليل اللي يمكن للانسان ان هو يقوم بيها بشكل دوري علشان يقدر يطمن بيها على صحته؟ هي التحاليل دي بنسميها تشيك اب، او التحاليل زي ما حضرتك قلتي دوريه. هي بتختلف من المراه والرجل، وعلى اختلاف برضو الاعمار السنيه سواء في المرأة أو في الرجل. ففي طبعا حاجات عامة قوي ممكن نعملها لأي حد، صورة دم، تحليل بول، تحليل سرعة ترسيب، وظيفة كبد، وظيفة كلى، يعني ده في العموم كده عشان تشوفي الدنيا ماشية ازاي. لكن في تشيك اب بقى بيبقى أعلى من كده، اللي هو احنا بنلجأ بقى ان احنا نشوف الهرمونز، نشوف ساعات دلالات أورام، نشوف في السن الكبير شوية للرجال ممكن في حاجة، يعني برضو بعض التحاليل المهمة بالنسبة لهم، والسيدات برضو بعض التحاليل المهمة بالنسبة لهم في الأعمار الكبيرة. يعني هي بتختلف الحقيقة، هي مفيش حاجة استنبه، لكن العامة اللي أنا قلتها لحضرتك. لكن كل سن وكل حالة بيبقى ليها التشيك اب بتاعها. لكن التحاليل الدورية هل المفروض الشخص الطبيعي يقوم بيها كل 6 شهور ولا كل سنة؟ لو هو شخص طبيعي خالص لمجرد الاطمئنان على صحته كل سنة. لكن لو هو شخص بيعاني من شيء، في تحاليل دورية بقى بتبقى خاصة بالمرض ده. فممكن ان هي بتبقى في حاجات كل 6 شهور، في حاجات كل 3 شهور، في حاجات كل سنة، بس على حسب الحالة ايه. لكن لو شخص طبيعي خالص لا، كل سنة كويس قوي.
طيب هل حضرتك قلتي ان هي بتختلف من الرجل والمرأة، ايه هي التحاليل اللي المفروض للمرأة مثلا بعد سن الـ40؟ في مساحات بتتعمل، وفي طبعا تحاليل الهرمونز بتتعمل، في طبعا غير التحاليل بقى اللي هي الكشف الدوري على الثدي، في تحاليل دلالات أورام ممكن تتعمل، وده يعني لو حد التزم بيه هيبقى كويس قوي، لأنه هيبقى كشف مبكر عن حاجات كتير جدا يعني. لكن احنا لو اتعمل الحاجات العامة على الأقل اللي أنا قلت حياتك عليها، صورة دم، تحليل بول، سرعة ترسيب، وظيفة كلى، وظيفة كبد، يعني بقول حتى وظيفة واحدة عشان تبقاش مكلفة، لكن هتدينا مؤشر في ايه، يعني هل الدنيا ماشية مظبوط ولا لا. طيب بالنسبة لتحاليل للرجل، برضو هو الرجل يعني في برضو اصل هي الهرمونات بتختلف، فهي برضو هيبقى له هرموناته، هيبقى له الوظائف، هو في حاجات مشتركة طبعا، لكن الهرمونات هي اللي هتختلف، دلالات الأورام بتاعت بعض الحاجات هتختلف هنا وهنا، أي. الخاصة بالمرأة والخاصة بالرجل، أي. لكن في حاجات مشتركة في النص. طيب التحاليل الطبية اللي المفروض أي شخص هيجري أي عملية جراحية المفروض إن هي تستبق هذه العملية؟ هو ده في العموم في حاجات عامة، لو الشخص ما بيشتكيش من أي حاجة، ففي حاجات لازم أطمن على صورة الدم، الهيموجلوبين بتاعه إيه، عنده أنيميا ما عندوش، لازم أشوف النزف والتجلط، يعني هل عنده استعداد إن هو ينزف ولا ما عندوش، السكر طبعا، في ناس بتعمل الفيروسات، دلالات الفيروسات، لكن لو في حالات بقى مختلفة أو عندها سجل مرضي، فبيطلب حاجات تانية قبل الأشعة مثلا، بعض الأشعة اللي بالصبغة بيطلب وظائف كرياتينين بالذات، وظائف كلى، علشان نطمن إن الأشعة دي بعد لما لأن العيان معروف إن هياخده، الأشعة اللي بالصبغة بترفع وظائف الكلى شوية. هو لازم اطمن ان الكلى هتقدر تطردها بعد شويه، فلازم تكون الكلى الوظائف بتاعتها كويسه، اطمن على الكلى قبل ما حدش يقدر يعمل ابدا اشعه بصبغه من غير يطمن على الكرياتينين. طيب هل في دكتورة مها في تحاليل طبية بتبطل الصيام؟ اخد العينه نفسه لا يبطل. انا الحقيقه يعني حاولت اشوف من كذا مصدر، لا محدش ابدا قال انه اخذ عينه من عينه دم انها تبطل الصيام، لانه هي غالبا هتبقى للضروره، وهي بعيده عن يعني الفم والحلق، فخلاص يعني لا ان شاء الله مش ما تبطلش باذن الله. طيب التحاليل اللي بتستوجب الصيام قبلها، هي تحاليل معينه، والناس بقت الحقيقه واعيه جدا انها قبل ما تيجي لما الدكتور بيكتب لها بتسأل. بتسأل طبعا، تحليل السكر، صايم وبعدين وفاطر، فاطر، ليه يعني ليه طريقه، وفي منحنى السكر ليه طريقه معينه برضو، بس فده هل لازم يبقى صايم. ليه ساعات معينه مثلا ولا يعني هو من 6 لـ9 ساعات مثلا السكر، في الدهون مش كلها، يعني هو الدهون انواع كتير قوي، الدهون الثلاثيه هي اكتر حاجه بتحتاج صيام، ولو ان ابتدوا يقولوا برضو لا، بس احنا يعني ماشيين على القصه دي لحد دلوقتي، فلما بيعمل الليبيد بروفايل او الدهون الكامله بنقول له صوم 12 ساعه بالظبط، علشان في مثلا انسولين صايم ساعات بنحتاجه طبعا اغلب هل الحاجات دلالات بقى. الأورام بتحتاج إن هو يكون صايم؟ لا 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 ما فيش حاجة، حتى كمان السكر التراكمي، لأنه ده سؤال لناس كتير وبيطلب علشان المتابعة للناس اللي عندها السكر، السكر التراكمي مش محتاج صيام، السكر التراكمي بيقيس يعني مدى ضبط السكر في الـ3 شهور اللي فاتوا، فمش محتاج صيام. طيب دكتورة ما في نهاية حلقتنا عايزين شوية نصايح للمريض اللي هيجري التحاليل الطبية. يعني يلتزم بالمواعيد اللي بيتفق عليها، لأنه في تحاليل مثلا الكورتيزون
مثلا بيبقى من الساعة 9 الصبح و9 بالليل أو 9 الصبح و5 المغرب، يلتزم بعدد يعني ساعات الصيام، ما يزودش ولا يقلل. يعني في طبعا كل تحليل، مثلا البول، احنا دايما بنحب مزرعة البول تبقى عينة صباحية، فيلتزم بانها تبقى عينة. يعني دايما في تعليمات لكل تحليل، فنحاول بقدر الامكان العيان يلتزم بيها علشان نتيجته، لانه طالما ابتدينا صح هننتهي صح. بالظبط. فعشان النتيجة تطلع صح لازم هو يلتزم بالتعليمات اللي بتتقاله على كل تحليل مطلوب له. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك دكتورة مها جعفر، أستاذ التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بطب القصر العيني. حضرتك شرفتينا على شاشة النيل للأخبار. شكرا يا فندم، الشرف ليا. ميرسي. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم. الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.